خلينا نروح سريعا لمكتبة الإسكندرية. مكتبة الإسكندرية بتشهد تنظيم بطولة من نوع خاص جدا، بطولة مخصصة للأطفال وللبحث العلمي وللابتكار. البطولة دي اسمها First Lego Explore. البطولة دي بالفعل بتعتبر من أكبر المسابقات في مجال برمجة الروبوتات والعلوم والهندسة على مستوى العالم. أنا تابعت ربما هذه البطولة أكتر من مرة، بيجيبوا الأطفال الليجو وبيبقى قدامهم مادة خام يقدروا يصنعوا منها أي روبوت يعمل أي وظيفة، ففيها ابتكار كبير. المسابقة دي بيتم تنظيمها في نسختها المصرية للعام 18 على التوالي. زبائنها أو روادها من الأطفال من سن 6 سنوات ل 10 سنوات، وبيشارك في البطولة السنة دي مجموعة من المؤسسات التعليمية اللي بتهتم بعلوم الروبوتات والتعليم في مصر، بتنافس فيها 400 فريق من 18 محافظة مصرية. على الهاتف معنا المهندسة هناء حسني، مدير مركز القبة السماوية العلمي بمكتبة الإسكندرية. خلينا نتعرف منها على كافة التفاصيل بخصوص هذه المسابقة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اهلا. خلينا نسأل الأول، المسابقة دي ازاي بتطلع روح المبتكر في الطفل؟ تمام. هو أولا المسابقة دي بتتنظم، مكتبة الإسكندرية بتنظمها من حوالي 18 سنة في مصر بالتعاون مع مؤسسات مختلفة، وهي السنة دي هي المسابقة هتبقى يوم 29 و30 و31 يناير. مسابقات فيرست عامة هي شركة فيرست وشركة ليجو عاملين زي شراكة وبيطلعوا مسابقات في مجال الروبوت للأطفال من سن 4 سنين لغاية سن الجامعة، كمان في مسابقات لسن الجامعة. لكن المسابقة اللي هي هتبقى موجودة إن شاء الله في مكتبة الإسكندرية من 29 هتكون تارجتينج أو بتهدف للأطفال من سن 6 سنوات ل 10 سنوات. أرجع أسأل حضرتك، إزاي بتنمي روح الابتكار؟ أيوة. أول حاجة هتتخيل لما طفل يبقى عنده 6 سنين بتعلمه إزاي يعمل ديزاين لروبوت وبتخليه يعمل بحث علمي، لأن هو إحنا كل سنة فيرست بتطلع سيم معين أو موضوع معين لازم ان الولاد يعمل تعمل فيه بحث علمي. والسنه دي الموضوع في First Lego League Explore هيكون عن الكلين انرجي او الطاقه النظيفه والمستدامه. فالولاد طول فتره الاعداد بتعمل حاجتين، اول حاجه بتعمل ديزاين للروبوت بتاعها، وتاني حاجه بتعمل بحث علمي على الموضوع بتاع المسابقه والسنه دي اللي هو بتاع الطاقه النظيفه. فبالتالي الولاد من سن 6 سنين يقدر ان هو يعمل سيرش ويقدر يعمل، ياخد طبعا مبادئ البحث العلمي البسيطه، يبدا ان هو يعمل بحث علمي، يقدر ان هو يعمل ديزاين. فبالتالي الولاد دي لما بتكبر بتبقى مختلفه جدا. طبعا مهندسه هناء حسني، طبعا بعد التحيه خلينا نعرف من حضرتك ونعرف الساده المشاهدين يا فندم، لو في دلوقتي حد من اولياء الامور بيسمعنا وحابب انه اطفاله يشتركوا في هذه المسابقه، هل الوقت عدى ولا لسه ممكن يشترك حتى الان؟ لو تقول لنا شروط المسابقه، شروط الالتحاق بالمسابقه. هو طبعا السنه دي خلاص ما يعني الوقت عدى، بس السنه الجايه طبعا يقدروا ان هم يشتركوا في البطوله من خلال المراكز اللي بتقدم الروبوتس او شغاله في ليجو. لو في اسكندريه طبعا يجوا لنا مكتبه الاسكندريه او يتواصلوا معانا واحنا نقدر نقول لهم يتواصلوا بانهي مركز بالظبط، يقدروا الولاد يتمرنوا ويشتركوا في البطوله للسنه الجايه. السنه دي احنا عندنا 400 فريق من 18 محافظه، ان كل المحافظات ممكن تشترك. 400 فريق ده رقم بالنسبه لل 18 سنه اللي فاتوا، ده يعتبر كبير ولا ده رقم عادي؟ لا ده رقم طبعا كبير، احنا كل سنه عدد الفرق المشتركه بتزيد عن السنه اللي قبلها، فده طبعا يعتبر رقم كبير بالنسبه كمان بعد الكورونا واللوك داون وكده، فالناس رجعنا تاني الحمد لله تشترك بقوه يعني. فلو اي حد عايز يتواصل مع المكتبه، مركز القبه السماويه العلمي من المكتبه، ونقدر ان احنا نوجههم لاي مركز يقدروا يشتركوا للاولاد فيه. باشمهندس، احنا عارفين ان الليجو ده يعني مكعبات، يعني اشياء بيتم تركيبها. حضرتك قلتي ان موضوع المسابقه هو الطاقه النظيفه، ازاي بيتم تركيب الـ هذه المكعبات من اجل تكوين مشروعات تخدم الطاقه النظيفه؟ يعني عندنا ايه مثلا، بيعملوا ايه؟ يعني هيعملوا مثلا طاقه شمسيه، هيعملوا مثلا طاقه رياح، هيعملوا ايه؟ احنا بنتكلم عن الكلين انرجي او الطاقه النظيفه، فهم ممكن الولاد يعملوا مشروع او بيعملوا مثلا مدينه نظيفه بالليجو،
اوكي، ممكن يقدروا يعملوا طواحين هواء بالليجو، ممكن هم يقدروا على حسب السن بقى، على حسب سن كل مجموعه. وتطلع وتطلع انرجي فعلا وتنور وكده. اه بالظبط، لان هو الكيت اللي بيستخدموها او الحقيبه اللي بيستخدموها بتبقى مختلفه خالص عن الليجو اللي موجود، اللي احنا بنجيبه لاولادنا يلعبوا بيه. مفهوم. المسابقات دي بيبقى ليها كيتس معينه بموتورز وبسنسرز وفيها يعني حاجات ميكانيكيه وكهربائيه مختلفه عن باقي الكيتس اللي موجوده في الاسواق، فتقدر الاولاد تعمل منها بروتوتايبس او تعمل منها نماذج بتمثل المشروع اللي هم بيتكلموا فيه، يعني على حسب بقى البحث اللي هم بيعملوه في الاول. عايزين مثلا يعملوا مدينه نظيفه، عايزين يعملوا طواحين هواء بشكل معين، عايزين مثلا يطلعوا الميه بشكل معين، فكل الحاجات دي بيقدروا يستخدموا مكعبات الليجو والكيت بقى الكامله عشان يقدروا يعملوا البروتوتايب بتاعهم او المشروع بتاعهم. طيب بالنسبه للتحكيم، لو حضرتك تقول لنا فكره التحكيم بتبقى شكلها ازاي؟ ازاي بيتم تحديد المحكمين؟ المعايير اصلا اللي على اساسها بيقدروا ان هم يختاروا مشروع بعينه، يعني لو حضرتك تقول لنا بعض التفاصيل. وكمان حابه اعرف من حضرتك ونعرف الساده المشاهدين، لو في يعني هل ميعاد ثابت، ميعاد هذه البطوله ثابت كل سنه ولا متغير؟ بالنسبه للتحكيم احنا السنه دي عندنا حوالي 65 محكم. المحكمين في السن الصغير، يعني في السن من 6 ل 10 او من 4 ل 6 السن الاصغر، بيبقوا شويه فريندلي مع الولاد، ما بيحسسهمش ان انت داخل لجنه وداخل ان انت داخل تمتحن يعني، فهم بيحاولوا ان هم يبقوا ياخدوهم في شكل لعبه يعني هم بيختبروا التيم ورك طبعا، لان هو الفريق بيبقى ماكسيمم 6، يعني ممكن نوصل ل6 في الفريق بالزبط. فمهم قوي حتى اثناء التدريب ان انتوا لازم تشتغلوا انتوا تيم، ولازم تشتغلوا بيبقى في روح الجماعه باينه في البرزنتيشن بتاعتكم قدام التحكيم، فدي اول حاجه المحكم بيبص عليها. أيوة. الكور فاليو او الحاجات اللي هم اخذوها اللي هي زي البرزنتيشن سكيل، زي التيم ورك، زي الكلام ده كله. الديزاين بتاع البروتوتايب بتاعهم او بتاع الروبوت بتاعهم ده حاجه بتتحكم، وطبعا البحث العلمي. صحيح صحيح. اظن يعني حاجات كتير ربما بتظهر خلال هذه المسابقه يعني الكلام ده بيطلع ازاي على او بيبدو ازاي او بيظهر ازاي على المنافسين يا باشمهندس؟ الاولاد الصغيرين احنا مش بنطلع قوي مين اللي كسبان ومين مش كسبان، احنا كلهم بيكسبوا، يعني احنا بندي لكل الاولاد جوائز بالذات في السن الصغير. هو السن الاكبر شويه هو اللي بيبقى فيه اول وثاني وثالث وترتيب. الولاد في الاكسبلور بنحاول ان احنا نقول لهم كلكم انتوا شاطرين وكلكم كفايه ان انت عملت بحث علمي واشتركت في مسابقه زي ديت ودخلت تحكيم وقدرت تقف قدام محكمين. فالولاد الحقيقه احنا بنلاحظ ان هو الولاد بتشترك من بطوله لاخرى من سن الاخر، هو مستمر. والولاد طبعا اللي بتكبر او بتوصل لسن الجامعه بنلاقيهم فعلا بيشتغلوا على نفسهم مختلفين، يقدروا ياخدوا سكولرشيبس في الجامعات. طبعا بتفرق، يعني فكره ان احنا ننمي اصلا المهارات دي عندهم من السن الصغير ده اكيد بتفرق بشكل كبير، ويمكن ده الهدف الاكبر يعني او الاهم من هذه البطوله او هذه المسابقه. بنشكر حضرتك جزيل الشكر المهندسه هناء حسني، مدير مركز القبه السماويه العلمي بمكتبه الاسكندريه.